السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي طلاب تالتة ثانوي اللي ضل بيهم الطريق وتهنا في الفيزياء، وبقينا للأسف حاسين إننا فاهمين لكن مش عارفين نحل. للأسف إحساسك بالفهم لكن مش قادر تحل، أنت مش فاهم. أنت ما اشتغلتش المادة بشكل علمي، أنت اشتغلتها بشكل مليان شو وفرد عضلات، ويلا بينا عند الخبير الفلاني اللي حاضر في الحصة 300 فرد، وسيادتك دلوقتي يا ولدة خيبتها في الفيزياء، عارف لا تحل ولا حتى تعوض تعويض مباشر. بس اللي متأكد منه دلوقتي إنك على الأقل عرفت أنت وقعت في إيه، يا إما وقعت في بحر التراكمات أو وقعت في سياسة القطيع اللي هو كلهم رايحين فأنا رايح معاهم، فأنا قاعد مع 200 طالب في مجموعة واحدة، فلا ده مش عارف، ده لو صوت الأنفاس بس لوحده فمش قادر أسيطر على تركيزي أو فهمي أو حتى استيعابي من المدرس. فسياسة القطيع دي وقعت ناس كتير جدا، والدليل بنشوفها في مجاميع آخر السنة 30 و35 من 60 في الفيزياء والكيمياء والأحياء، لأن سياسة القطيع تسود كلهم عنده فأنا رايح معاه. هل سيادتك قيمت الحصة؟ قيمت فهمك؟ اللي أنا متأكد منه دلوقتي إنك عرفت أخطائك، يا إما مراكم، يا يعني إما كنت بادئ بداية ضعيفة فاتمرقعت في المذاكرة والدنيا باظت منك، أو مشيت في سياسة القطيع. أنا جاي مديلك إيدي وأقولك يلا بينا نبدأ من جديد. نبدأ من جديد بمعدل كل أسبوع 4 حلقات، 3 حلقات مسجلين يكون فيهم شرح وأساسيات وتفاصيل، وأي معلومة تقع منك في أولى وفي تانية هتلاقيها مشروحة بأتم التفاصيل، عشان تتحول إن شاء الله من طالب متواضع في الفيزياء إلى طالب على قمة الفيزياء. أما الحصة الرابعة فدي بتكون بس مباشر، بنتناقش فيها في كل الأسئلة والأفكار اللي وقفت معاك على مدار الأسبوع سواء في الشرح أو في الحل، وبنحل فيها مع بعض أسئلة الواجب. المجموعة دي إن شاء الله هتبدأ من 1/10، بداية الحجز المجموعة هيبدأ بداية من بكرة. المجموعة هتقفل عند 50 فرد، عشان ما نبقاش عاملين اللايف فيبقى حاضر معانا اكتر من 50 فنصدع من دوشة الطلبة وما نعرفش نرد على كل الأسئلة. المجموعة 50 فرد، اكتمل المجموعة فأقدر أقول لك بقى تستنى لمجموعة 1/11، يبقى كده في مجموعة جديدة إن شاء الله هتبدأ 1/10 القادم إن شاء الله. دي حسابها هيكون حساب شهري، هيكون حساب الشهر 160 جنيه. عشان تتعرف على أسلوبي وشرحي أنا سايب لك على اليوتيوب أول درسين مفتوحين في 14 حلقة، اللي هو درس مقاومة موصل ودرس توصيل المقاومات. اتفرج واسمع وقيم المحتوى، عجبك تقدر تشترك معانا. عايز تشترك تقدر تتواصل واتس على الرقم اللي هيظهر قدامك على الشاشة. سلام.